يتبقى معنا من الجليل الأعلى كريستين ريناوي وأحمد دراوشي من حيفا. وأبدأ معك كريستين من الجليل الأعلى، ماذا يقول الجيش الإسرائيلي في آخر التصريحات عن محاولة التوغل في لبنان؟ بعد الجيش الإسرائيلي لا يحدد تحديدا المواقع التي يحاول من خلالها التوغل بريا، هو ينشر بيانات بالمجمل تكون دعائية. أعلن عن هذه العملية البرية مساء الاثنين الماضي، أي قبل 7 أيام، يقول إن هذه العملية مستمرة وأن من تشارك في هذه العملية قوات الفرقتين 98 بألويتها، لواء الكوماندوز، المظليين، المدرعات 7، وأيضا الفرقة 36 بألويتها المدرعات 188 ولواء جولاني. جرى استدعاء 6 ألوية أو 8 ألوية في السابق، 6 ألوية، وجرى استدعاء لواءين إضافيين من الاحتياط. بالتالي هنالك وجود عسكري كثيف مخصص لهذه العملية البرية، إلى جانب أننا لا نغفل أن على هذه الحدود يوجد أيضا فرقة تابعة للجليل الغربي وفرقة تابعة لقيادة الجولان. بالتالي حتى اللحظة هنالك فرقتان إسرائيليتان نخبويتان تشاركان في هذه العملية البرية، يوحي بأنها ناجحة، يوحي بأنها تحقق أهدافها وأنها مستمرة حتى الانتهاء من المهمة. الادعاء بأن مهمة هذه العملية البرية هو تهيئة الظروف من أجل إعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم، ذلك يتحقق حسب المزاعم الإسرائيلية بتدمير بنى تحتية، بإغلاق أنفاق يزعم الجيش الإسرائيلي أنها موجودة في قرى وبلدات الجنوب اللبناني. الآن واضح أنه يركز على البلدات والقرى القريبة جدا من السياج الحدودي على طرف الخط الأزرق من الناحية اللبنانية. نفهم من بلاغات حزب الله أن المعارك ضارية، أن هنالك إفشال وتصد لمحاولات التوغل البري. اللافت هو نقطة إضافية أضافها الجيش الإسرائيلي من خلالها يحاول التوغل بريا. سابقا في الأيام الماضية كنا نتحدث عن محاولة توغل بريا من المطلة قبالة كفركلا، من مسقاف عام قبالة العديسة، من أفيفيم ودوفيف قبالة مارون الراس ويارون. الليلة الماضية حزب الله أصدر بلاغا عسكريا قال إنه تصدى لقوة مشاة متسللة في بليدة، بليدة قبالة يفتح. بالتالي نتحدث عن نقاط يحاول من خلالها الجيش الإسرائيلي التوغل بريا، وبالأساس هما محوران، محور في القطاع الشرقي ومحور في القطاع الأوسط. هنالك تصدي، هنالك اعتراف في الإعلام الإسرائيلي بأن مقاتلي حزب الله يخوضون معركة دفاعية كما أسماها عاموس هرائيل محلل صحيفة هآرتس العسكري. بالتالي هذا يتجلى بإطلاق عبوات تفجيرية، عبوات ناسفة، قذائف هاون، قذائف مضادة للدروع تطلق باتجاه هذه القوات التي تحاول التوغل بريا، قوات مشاة، وأيضا أحيانا تستعين بالدبابات بحسب التهديدات في المحيط. لكن عمليات حزب الله متواصلة، أطلق صواريخه باتجاه مديات جغرافية مختلفة، من بينها في إصبع الجليل من خلفي في كريات شمونة أطلقت صلية صواريخ هذا الصباح، جرى اعتراض بعض الصواريخ وسقوط أخرى، هنالك أضرار. وأيضا الليلة الماضية كانت كريات شمونة أطلقت باتجاهها نحو 30 صاروخا. بالمجمل أطلق حزب الله 900 صاروخ خلال 4 أيام، وهنالك تعليمات لسكان شلومي في الجليل الغربي، كريات شمونة في إصبع الجليل، ومستوطنات مقامة على أراضي العرب السوريين في الجولان السوري المحتل للبقاء قرب الملاجئ خشية من إطلاق المزيد من هذه الصواريخ. وعد أشكرك كريستين ريناوي، كنت معنا من الجليل الأعلى. ننتقل إلى